ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. باذن الله هنعمل مع بعض القشطوطه او الطراشلي، الكيكه التركيه ان شاء الله على اصولها. خليكي معايا عشان نشوف ونروح للمقادير بتاعتنا ونشوف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله ايه؟ الكيكه اللي هي القشطوطه او الطراشله اللي هي التركيه. بس انا هبدا بالكريمه لان الجو حر جدا. هضربها كده. طبعا حطيت حوالي كوبايه ونص كريمه لباني. طبعا اللي ما عندوش يشتغل بايه؟ بكريمه اللي هو الكريم شانتيه. ومعايا هنا ظرف كريم شانتيه اللي هو البودر ده، حطيته عليه كده. طبعا اذا كان ما فيش سكر هتحطي سكر. في سكر طبعا ما تحطيش سكر خالص، كفايه ان الكراميل. طبعا الكراميل انا عملته معاكم قبل كده، وانا عملته علشان خاطر يهدى. طبعا عايزين نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو دخلت كده في الموضوع على طول. عايزه اقول لكم ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا دلوقتي هضرب الكريمه عشان اوديها الثلاجه وهنشتغل مع بعض في القشطوطه. يلا بينا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الكريمه انضربت اهي. شايفين لازم تبقى كده بالمنظر ده، ما تقعش من المضرب بتاعك. طبعا ممكن تتضرب بمضرب يدوي لو في مضرب يدوي، معلش الدنيا حر جدا. مضرب يدوي تتضرب بيه، او طبعا المضرب اللي هو الكهرباء. وطبعا ان شاء الله باذن الله هحطها في الثلاجه علشان خاطر اكمل معاكم القشطوطه. يلا بينا. الدنيا عايزه اقول لكم الحراره هنا فوق الستين. بصوا بقى الفيديو ده انا مش همنتجه عشان تشوفوا احنا بنتعب قد ايه. مش همنتجه ولا هقطع الكلام اللي انا بغلط فيه، علشان فعلا تحطوا اللايك يا جماعه. حرام عليكم اللايك الفيديوهات بتاعتي ما بتترفعش طبعا عشان انتوا مش بتحطوا اللايك للاسف. طبعا انا دلوقتي هضرب البيض بتاعي اهو قدامكم بالويسك بالشكل ده كده لحد ما يديني فوليوم ابيض. تمام. وهرجع علشان احط السكر ونكمل مع بعض الكيك. معايا هنا معلقه خل احطها عشان البيض، معايا فانيليا، معلقه خل اهي حطيتها، معايا ايه تاني؟ معايا الفانيليا بتاعتي باكو فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخل انتوا عارفين ان انا بحب احطه ليه؟ علشان بيرفع كل المعجنات. تمام كده؟ حط الفانيليا، شايفين انا حطيت كله اهو كاملا كده. طبعا البيض بتاعي بدا يبيض، هنزل بالسكر بتاعي، كوبايه سكر وخمس بيضات بيض، خمس بيضات، كوبايه سكر وخمس بيضات زي ما حضراتكم شايفين كده. انا ولا بمنتج، مش هشيل الغلطات دي عشان انا عايزه اعرفكم بس احنا بنتعب قد ايه. تمام كده؟ هبتدي احط ايه؟ نص كوبايه زيت. تمام؟ هنحط الحاجات بقى على بعضها. ومعايا هنا نص معلقه محسن كيك، نص معلقه صغيره كده، محسن كيك نص معلقه صغيره. تمام كده؟ تمام. ايه تاني؟ هضرب شويه كمان بالشكل ده كده، وهحط ذره ملح. اهو حطيت ذره ملح، متفكرش يعني ذره صغيره قوي. وهضرب كمان شويه عشان انزل بالشكل كده. معايا ربع كوبايه حليب هحطها اهوت، وهضرب تاني. بسم الله. تمام كده. طبعا هقوم جايه بقى نازله ايه بالدقيق بتاعي. ادي كوبايه، هحط كوبايه ونص كده ونشوف الكيكه بتاعتي ام خمس بيضات دي هتاخد قد ايه. ادي نص كوبايه. طبعا البيكنج باودر بتاعي اهوت. طبعا عملتها قبل كده الترشيلا او القشطوطه، عملتها على القناه قبل كده، بس بقى ايه زمان شويه كده اول ما فتحت القناه اهوت. هضرب بقى الدقيق بتاعي بالشكل ده كده ونشوف مع بعض النتيجه. بسم الله ما شاء الله، هي كوبايه ونص يا دوبك زي ما انتم شايفين كده. لازم الكيك بتاعي يبقى خط كده. طبعا انا مولعه الفرن على 180 درجه ان شاء الله باذن الله. هحطها في الصينيه بتاعتي. طبعا الصينيه مدهونه ومتبدره بالدقيق. هحطها ونرجع مع بعض عشان نشوف الكيكه بتاعتنا او الترشيلا او القشطوطه هنكملها ازاي مع بعض. يلا. طبعا دي حاله، يعتبر حاله بارد في الصيف دوت،
كل الناس طبعا بتبقى عايزه حاجه بارده في الصيف. هنشوف مع بعض ونكمل مع بعض. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده هصب الكيكه بتاعتي وادخلها الفرن على 180 درجه، مش هتاخد حاجه ان شاء الله باذن الله، ونطلعها ونشوفها مع بعض. تمام كده. طبعا الصينيه لازم تكون كويسه وحجمها كويس عشان تعرفي تزوقي فيها الكيكه نفسها، تتزوق في نفس الصينيه، خلي بالك من النقط دي. يلا بينا اوديها الفرن، ولما تطلع هنكملها مع بعض. طبعا لازم تطلع وتبرد عشان نعرف نكملها مع بعض، عشان الكريمه طبعا هتبقى بارده، لازم الكيكه تبقى بارده، خلي بالكم عشان تاكلي احلى طرشيلا او اشطوطه زي ما بيقولوا عليها. بصوا بقى الخلاط ده دلوقتي فيه حوالي رجل حليب، وحطيت عليه ربع رجل كريمه لباني، لو مفيش كريمه لباني حطي قشطه. تمام كده. وطبعا لو عايزاها حلوه قوي انا طبعا مش هحط سكر، كفايه السكر اللي في قلبها، وكفايه طبعا كريم كراميل، قصدي الكراميل طبعا الكراميل اهوت اللي انا عملته قدامكم مرارا وتكرارا. طبعا ده سكر اهوت وعليه حته زبده وعليه شويه كريمه او شويه حليب زي ما تحبي، او قشطه اللبن. طبعا انا عملته من بدري علشان خاطر لازم ايه يبرد. طبعا هو برد حاليا عشان ايه اعرف احطه، لازم يبرد اكتر من كده كمان. ونيجي هنا الخلاط بتاعي اهوت، هضرب ضربه واحده بس بدل ما اقلبه بايديا، قلت اعمله في الخلاط سريع كده، هي ضربه واحده بس عشان اقلب الحليب مع ايه مع الكريمه. ولما تطلع الكيكه وتهدى هنزوقها مع بعض ونزينها بالكريمه والكراميل اللي انا عملته ان شاء الله، ونشوف احلى قشطوطه مع بعض. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكيكه بتاعتي اهي زي الفل، طلعت اسفنجيه تحفه. طبعا انا بخرمها كده زي ما انت شايفه بسرعه شويه علشان خاطر ايه هنسقيها الحليب بتاعها. طبعا اول ما تطلعيها الفرن طبعا تكون في البايركس زي ما انت شايفه كده، البايركس اهو، لازم تحطي على الرخامه حاجه علشان خاطر الصينيه، وعشان خاطر برده الرخام بتاعك ما يتاثرش. تمام كده. طبعا ما خلص تخريم كده ونرجع مع بعض تاني علشان نشوف هنكمل ايه الكيكه الجميله دي، التراشيلا او الاشطوطه زي ما بيقولوا عليها. طبعا دي اصلا تركيه، فطبعا اسمها الحقيقي التراشيلا. تمام. هخرمها ونرجع مع بعض تاني علشان نسقيها ونشوف هنكملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان ازوق الكيكه ديت انا جيت في المكيف علشان خاطر مفيش حاجه تسيح منك، لو الدنيا حر لازم تعمليها في مكان بارد عشان تعرفي تتصرفي معاها. طبعا هبتدي اسقيها كده بالحليب بتاعي كريمه، زي ما انا قلت لكم ان انا هسقيها كريمه واسقيها ايه حليب. طبعا هتفضل تشرب كده وهتبقى عايزه تاني، ما تقوليش ان الحليب كتير، لا كل ما تديها هتشرب منك ما تخافيش. ايوه شايفين عايزه تشرب لسه اهو، هنديها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله بألف هنا وشفا. شايفين الرغوه دي؟ طبعا دي بتاع الكريمه، اوعي تسيبيها. عشان كده ايه ما قعدتش اقول المقادير واقول الحاجات الاولانيه دي كلها علشان خاطر ما تتضايقوش والفيديو يبقى طويل عليكم، تقولوا ماما دودو بتطول الفيديوهات بتاعتها. انا طبعا عايزه اعلمكم اكتر من اني عايزه اشهر القناه عندي، عايزه اعلمكم اكتر من اني عاوزه القناه بتاعتي ترتفع. معلش بقى ايه اذان العصر عندي، هضطر اقفل. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما شربت كده طبعا لا اله الا الله، طبعا الاذان انا قفلت عشان الاذان، هحط الكريمه بتاعتي وابتدي ايه افردها بالاسباتيول بتاعي كده اهو بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لك كده اعملي كل حاجه وجهزيها على بال ايه ما الكيكه بتاعتك تخلص. تمام كده. حطي الكريمه كده وافرشيها عليها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الكمية اللي انت عايزاها تكتري تقللي انت ايه، ده في ايدك وده في ايدك. تمام كده. زي ما حضرتك شايفة كده حطيت الكريمة هيت على الكيكة بتاعتي اللي انا سقيتها بالحليب، والكريمة برضو زي ما حضرتك شايفة كده، وتساوي ما تخليش ايه حتة عالية وحتة واطية، تساوي كده عشان تبقى كلها متساوية بالشكل ده كده. معايا ايه تاني بقى هعمله؟ معايا الكراميل هجيبه عشان احطه
على قلب ايه الترشيلة بتاعتي كده، ونبقى كده خلصنا ان شاء الله الترشيلة بتاعتنا. اعمليه عشان يبرد، طبعا ده هيختلط بدوت مش عارفه عشان تخن شويه مني، انت طبعا حاولي تخففي شويه عن كده. وبكده اكون خلصت التزويق بتاع الترشيلة بتاعي. معايا بقى هنا كريمه كده بالشكل ده كده عشان ازوق بيها الوش بتاعي، او تاخدي خطوط كده عليها كده. وبعدين تروحي بقى ايه جايبه الخله، نفس الخله اللي انت اختبرتي بيها الصينيه بتاعتك، وراحه جايه بقى عليها عشان تعملي الخطوط اللي انت بتشوفيها الحلوه دي اهو كده اهو بالشكل ده، على عاين على عاين ما تغرزهاش. رايح جاي كده بالشكل ده، وبكده اكون خلصت الكيكه بتاعتي الترشيلة او الاشطوطه معاكم. ان شاء الله هحطها في الثلاجه، ولما اجي اقطعها باذن الله لازم اوريها لكم باذن الله طالعه عامله ازاي معايا. تمام كده، ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم وتشوفوا كل حاجه حلوه ومطبخ ومدودو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا محدش بقى ايه ياخذنا عشان الناس مستعجله قوي ونفسهم ايه يدوقوها. خلاص الترشيلة التحفه بتاعتنا دي، حتى هم دقوها، شايفين الحته الفاضيه دي هم دقوها اهو من ورايا عشان تبقوا عارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى الطبق بتاعنا، طبعا لازم تشوفوا الجمال ده ولازم تجربوه. شايفين ما شاء الله، عايزه اوريكي بس. شايفين الكريمه، شايفين الكيكه عامله ازاي، شايفين التحفه، روعه جدا. نفسي والله تدوقوها قوي او تجربوها عشان تدوقوها بطريقه ماما دودو، الترشيلة التركيه او الاشطوطه زي ما بيقولوا. طبعا طعمه جدا ولذيذه، باذن الله ان شاء الله تجربوها من مطبخ ماما دودو. وانا قلت لكم ووعدتكم ان انا اوريها لكم، وفعلا قبل ما ادبلج الفيديو دخلت اهو قطعت لكم، دخلت اهو قطعت حته قدامكم عشان اوريها لكم. طعمه جدا ولذيذه ومغريه جدا في الطعم، ان شاء الله تجربوها. قبل انا قلت لكم طبعا وعدتكم ان هقطع قبل ما منتج الفيديو بتاعي، او كنت هعمل شورتس بس ما عنش عليا. ان شاء الله باذن الله تدخلوا وتجربوها وتتفرجوا عليها معايا. من هنا المره الجايه دمتم سعداء، دمتم سالمين، مع السلامه.